السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد تحسين. أنا إن شاء الله يا جماعة هبتدي شرح ساعة من ساعات الشركة الرهيبة انفيكتا. وشركة انفيكتا يا جماعة مشهورة بالساعات اللي هي الضخمة شوية، أو عندها جزء من يعني من تصنيعها في الساعات الكبيرة شوية، اللي هي البحاري، اللي هي الساعة الضخمة شوية، اللي هي مثلا يعني بتناسب البحر وبتناسب الغطس، وفي نفس الوقت بتناسب مثلا اللي هم الناس اللي عندهم يعني بيحبوا الساعات الضخمة، ويعني بيحبوها أفضل يعني. الساعة دي سكيلتون، يعني اللي هي هيكل عظمي، هيكل عظمي اللي هي بيبقى باينة اللي بره زي اللي جوه، يعني باين لو أنا عديت إيدي كده هتلاقيها باينة شفافة بمعنى أصح. العدادات شغالة بتاعتها، حتى كده بيسموها هيكل عظمي عشان باينة. الساعة دي الظرف بتاعها يعني كل حاجة فيها جولد بليتد، مطلية ذهب. الظرف بتاعها ده غير قابل للصدأ طبعا. مقاسه 52 مللي متر، 52 مللي متر، وده حجم كبير مش حجم صغير. ده 52 مللي متر ده قطر الدايرة بتاعت الظرف، غير الكراون ده، أو غير المسمار أو العمود بتاع المجموعة. ده حضرتكم بتفكوا الغطا بتاعها ده أهو، وبتظبطوا الساعة، حتى كمان الساعة ملو، الساعة ملو بتقعد معاكم، بتحفظ الطاقة بتاعتها من يومين إلى 3 أيام. ده الساعة. الرابر بتاعها رابر قوي جدا، من مادة اسمها الراتينج، ده برضو بيبقى قوي جدا ضد، يعني ضد الطينة، ما بيتنيش بسرعة، ما بيتهريش بمعنى أصح. الرابر ده مقاسه 26، مقاس كبير مش مقاس صغير. بس الساعة من جوه لما تيجي تبص لها كده هتلاقي العدادات بتاعتها شغالة كمان، انت هتشوفها اهي، وهي كمان تمام. القفل بتاعها نفس النظام برضو، جولد بليتد اهو، غير قابل برضو للصدأ. ساعة محترمة، ساعة قوية، ساعة بيستخدموها الناس في الغطس وكده. حتى انا كمان كنت داخل على اللي هو الديسكريبشن بتاعها، اللي هو الشحن، قصدي التوضيح بتاعها، فلقيت ان الساعة بتحفظ الطاقة بتاعتها او بتخزن طاقة لمدة 48 ساعة فيما فوق. الساعة حجمها 52 ملي متر، ده يعني بعيد عن المسمار المجموعة، يعني مسمار المجموعة ده يخش له مثلا في حوالي 4 5 مللي. الساعة جولد بليتد، الساعة الكيس بتاعها اللي هو الظرف بتاعها ده صلب، ساعة انالوج يعني عارب. الازاز بتاعها ازاز فليم فيوجن، ده اللي هو غير قابل للحرق، غير قابل للحرق او الكسر بسهولة، حاجة برضو معالجة شديدة شوية. مينيت ماركرز اراوند سكندز فيكس جولد بليتد، بس كده يعني ده اللي انا شفته. الساعة بتنزل 50 متر تحت المية، 50 متر تحت المية، يعني اللي هو 165 قدم، 165 قدم. بس حتى كمان الساعة معاها، كنت شاريها بالعلبة بتاعتها اهي، نفتح العلبة تمام كده، كده كويس تمام. العلبة اهي، ستوب اند ريد، ده اللي هو مش موديل نمبر ومعرفش ايه، ده الكتالوج بتاع انفيكتا. الكتالوج ده شهادة الفاتورة قصدي بتاع انفيكتا، بس انا كنت جايبها طبعا من على امازون، فطبيعي ان هما مش هيدوني شهادة الفاتورة اهي. ومعاها كمان كارت الضمان انفيكتا، كارت الضمان بتاعها، شركة محترمة اتعاملت معاها قبل كده، كنت جايب انفيكتا قبل كده برضو راشن دايفر، بس اللي هي 1090، بس كانت برضو شركة برضو كانت كويسة وكانت قوية، والحمد لله يعني ساعة كويس، ساعة قيمة بس.